مشروب الخيار زي ما انتوا شايفين هو كنز المريض السكري. اشرب منه واحدة وديلي ازاي. تعالي وانا اقول ازاي نستخدمه. اللي معانا النهاردة يا جماعة هو الخيار. الخيار ده بناكله يوميا. هل هو مفيد؟ مفيد. هنخش في الاول كده في بداية الفيديو ازاي نعمله وازاي نشربه وازاي نضيفه للوجبات عشان نستخدمه وعشان نستفيد بيه. ما تنسوش بقى لايك وشير كتير لقناة الوصفة السحرية على اليوتيوب. الخيار ده يا جماعة وليس القتة، الخيار اللي احنا بنشتريه كلنا من السوق ليه فوائد كتير جدا، كله ألياف كله مية. فالمريض السكري حتى أي دكتور المريض بيتشخص عنده ان هو مريض سكري فبيقول له كل ألياف كتير، فهو المريض ما يعرفش ايه الألياف الكتير. الألياف الكتير موجودة في الخيار، موجودة في فواكه كتير جدا وفي خضروات هقول لكم عليها. يلا نعمل طريقة الخيار ومشروب الخيار لمريض السكري. اول حاجة هنجيب خيار عادي خالص، هنبدأ نقطعه ونفرمه في الخلاط. طب هنعمل قد ايه؟ هنستخدم 3 خيارات على نص كوب ماء، او تملي دي، تملي لو عندك حاجة زي كده تمليها يعني كوباية مية على 3 خيارات، ونبدأ نضربهم في الخلاط ونشوف. زي ما انتوا شايفين كده بدأت اقطع الخيار اهوت، ابدأ احط في الخلاط بتاعي، وحطيت الكوب المية على 3 خيارات عشان يطلع معايا مشروب قوي جدا جدا. هو ازاي بقى نستفيد بالخيار لمريض السكري؟ هي دي الطريقة. مش ان انا اكل الخيار بس مع الاكل، لا، لازم اعمل منه مشروب واقول لكم هتشربوه امتى. تعالوا بينا نضرب بقى الخيار. زي ما انتوا شايفين كده نبدأ بقى نفرمه في الخلاط. بعد ما اتفرم معايا كده زي ما انتوا شايفين هنبدا نصفيه بقى عشان نشوف هناخده امتى. الخيار ده نبدا بقى نصبه في كاسات كده، وتعالوا بينا نشوف هنشرب امتى الخيار ده. ايه ده، هو الخيار بس ما ينفعش شكله عشان استفيد بفوائده؟ لا، لازم تعمليه عصير زي ما انت شايفه كده، كاسين كده. هنقول لك تاخديهم امتى. دلوقتي ممكن عشان طعمه يعني شويه ممكن نضيف عليه معلقة عسل أبيض عادي خالص، معلقة صغيرة خالص من اللي بنعمل بها الشاي أو القهوة. طيب طريقة استخدام مشروب الخيار ده أبدأ أتناوله إمتى؟ أتناوله في وقت بعد وجبة الغداء وبعد وجبة العشاء، تمام؟ أستخدم الكاسين دول بعد وجبة الغداء وبعد وجبة العشاء، هما 3 خيارات هيعملوا لي الكاسين، تمام؟ طيب هل امشي عليه مدة قد ايه؟ هنمشي عليه لمدة 3 اسابيع. يبقى مشروب الخيار اللي معنا ده بيتمشي عليه لمدة اسابيع عشان يجيب نتيجة كويسة معنا. طيب ايه فوائد مشروب الخيار اللي معنا ده؟ مشروب الخيار ده كلكم عارفين ان هو كله الياف ومية. طب ايه فوائد الالياف والمية اللي موجودة في مشروب الخيار؟ مشروب الخيار فوائده ان هو الالياف اللي فيه بتحفز البنكرياس ان هي تنتج الانسولين، دي اول حاجة. تاني حاجة الخيار مشروب طبيعي بيحفز الامعاء على تقليل امتصاص السكريات، فبالتالي السكر في الدم مش هيرفع بعد الوجبات، عشان كده بنحب ناخده بعد وجبة الغداء وبعد وجبة العشاء. في ايه تاني طيب لمرضى السكر؟ مهم جدا لالتهاب الاعصاب، في مغنيسيوم وصوديوم وبوتاسيوم، في مضادات اكسدة رفع للمناعة، عشان كده مريض السكر اكتر واحد معرض للالتهابات والعدوى في كل الاوقات. طب اقلل العدوى دي ازاي؟ ان انا ابدأ اشرب حاجات ترفع للمناعة، ومن اهم روافع المناعة هي الخيار. مشروب الخيار زي ما انتوا شايفين كده تبقى هيرفع للمناعة، في مغنيسيوم. المغنيسيوم ده يا جماعة مهم جدا لتحفيز خلايا البنكرياس على افراز الانسولين، ده أهمية المغنيسيوم النشط اللي موجود في الخيار. مشروب الخيار دوت لو شربتيه كل يوم واستمريت عليه 3 أسابيع مش بس كده مفيد لالتهاب الأعصاب وتنظيم السكر، لا، التراكمي بتاعك هيتظبط، وده أهم نقطة لمريض السكري إن هو بيتابع بالسكر التراكمي. السكر التراكمي ده هو سكر ال3 شهور يا جماعة، بنعرف بيه والدكتور بيعرف بيه هل حضرتك ماشية على علاج صح ولا حضرتك العلاج مش مؤثر على السكر اللي موجود معاكي. فبنعمل تحليل سكر تراكمي كل 6 شهور،
فهو بيقلله، يبقى هيقلل السكر بعد الوجبات، بيقلل السكر التراكمي، بيحفز خلايا البنكرياس على انتاج الانسولين. مش بس كده، لا ده مهضم وفاتح للشهية. يعني ايه مهضم؟ حضرتك بيجيلك امساك كتير او اسهال كتير. اي مريض سكري عنده مشكلة في الامعاء. ايه مشكلة الامعاء دي؟ يا اما يسهل يا اما يجيله امساك. الخيار بيمنع كل المشاكل دي، بيمنع مشاكل الامساك او الاسهال، فبينظف لك المعدة خالص وبيحميكي من الاشيليشيا كولاي اللي هو التهاب البول. معظم مرضى السكر برضه عندهم التهاب وحرقان في البول، ده بينظفهولك. عندك حصاوي، عندك اي مشاكل، عندك بيجيلك التهابات بقى وعدوات عدوى على صدرك ونزله شعبيه وكده، لا هتقدر ترفع معاك المناعه. هو مشروب طبيعي خالص كانك بتشربي عصير. يبقى هتبدلي لو حد بيشرب بقى يا جماعه سكريات ملهاش لازمه، بيشرب اي حاجه ملهاش لازمه، يا دوبك احنا عملنا العصير وشربناه، يوم ما تلاقيه طعمه لزق شويه ممكن تضيف على معلقه عسل ابيض صغيره. هو ده كان كل كلامنا عن الخيار وفوائده لمريض السكري، ولكل الناس اللي بتبحث عن مشروب طبيعي خالص مهم جدا تشوفي مشروب الخيار. مشروب الخيار هينظم لك ويظبط لك سكرك. مهم كمان يا جماعه نسيت اقولها لكم، الدهون الثلاثيه مهمه جدا جدا، بتتدمر بالخيار. الخيار ده لو مشي في الشرايين بيمسح كل الدهون الثلاثيه والكوليسترول الضار والال دي اتش العالي عندك، فبالتالي مش هيجيلك دهون ثلاثيه والمشاكل دي كلها. يبقى تنتظم عليه 3 اسابيع وتشوفي الفرق. هل امشي على الادويه وانا وغداء؟ اه طبعا هتمشي على الادويه لحد ما نشوف السكر التراكمي عمل معاكي ايه، هتلاقيه اتظبط خالص. ابداي خديه وابداي كمان. في ناس بقى بيقولوا ايه، طب انا مش هقدر اعمل عصير، عادي ممكن اكل الخيار ذات نفسه كده مع الوجبات. بس انا بقول لما تعملي عصير هتضطري تشربيه، فهتضطري تستفيدي بيه، واحنا محتاجين العصير. لان في ناس عندهم معدتهم مش يعني فيها امساك، بيجي لهم امساك كتير ومشاكل، فالاسهل لهم يشربوا ايه؟ يشربوا عصير. ودي كانت طريقتنا النهارده لكيفيه استخدام الخيار في معالجه وتنشيط البنكرياس والدهون الثلاثيه، وكمان يا جماعه التهاب البول والامساك والاسهال اللي بيجي لمريض السكري. تناولي كاسين بس، واحد بعد الغداء واحد بعد العشاء، وحضرتك هتشوفي الفرق. لو استفدتوا بقى يا جماعه ما تنسوناش باللايك والشير عشان يوصل لكم كل جديدنا. ويا ريت الناس اللي بتقول ان احنا بنتكلم كتير، حضرتك لو سمعت الفيديو من الاول للاخر مش هتلاقي كلمه مكرره، وحضرتك هتشوفي الفرق. لو استفدتوا بقى يا جماعه ما تنسوناش باللايك والشير عشان يوصل لكم كل جديدنا. ويا ريت الناس اللي بتقول ان احنا بنتكلم كتير، حضرتك لو سمعت الفيديو من الاول للاخر مش هتلاقي كلمه مكرره، وحضرتك هتشوفي الفرق. لو استفدتوا بقى يا جماعه ما تنسوناش باللايك والشير عشان يوصل لكم كل جديدنا. ويا ريت الناس اللي بتقول ان احنا بنتكلم كتير، حضرتك لو سمعت الفيديو من الاول للاخر مش هتلاقي كلمه مكرره، كل جديدنا. ويا ريت الناس اللي بتقول ان احنا بنتكلم كتير، حضرتك لو سمعت الفيديو من الاول للاخر مش هتلاقي كلمه مكرره، وحضرتك هتشوفي الفرق. لو استفدتوا بقى يا جماعه ما تنسوناش باللايك والشير عشان يوصل لكم كل جديدنا. ويا ريت الناس اللي بتقول ان احنا بنتكلم كتير، حضرتك لو سمعت الفيديو من الاول للاخر مش هتلاقي كلمه مكرره، كل جديدنا. ويا ريت الناس اللي بتقول ان احنا بنتكلم كتير، حضرتك لو سمعت الفيديو من الاول للاخر مش هتلاقي كلمه مكرره، وحضرتك هتشوفي الفرق. لو استفدتوا بقى يا جماعه ما تنسوناش باللايك والشير عشان يوصل لكم كل جديدنا. ويا ريت الناس اللي بتقول ان احنا بنتكلم كتير، حضرتك لو سمعت الفيديو من الاول للاخر مش هتلاقي كلمه مكرره،